ديما تسالي شهرين ديما عندك المشروع ما عارفينش احنا كيفاش غنتخلصوا كنا حتى الناس واقفين في هذه اللي واقفين اخويا. هاد السيد هذا ريحنا 3 شهور على حساب هاد المرضى اللي جا ريحنا 3 شهور وهاد 3 شهور ريحنا قال لنا شوفوا حتى نهار واحد شهر 7 عاد اجيو جينا من جينا من 8 الصباح حنا واقفين ما بغى ما عطانا حتى شي حل. الحل اللي عطاهم خرجوا عندنا الشافات ديالنا اش قالوا لنا؟ قالنا شوفوا راه السيد راه هضرنا معاه عطاكم 1500 درهم، هاد 1500 درهم ديالاش؟ واش كيبيع ويشريو فينا اش كيدير؟ هاد الناس هادو راه بزاف اخو تقهرنا راه خلصنا في الوقت، الا كون جي في الوقت، لا حتى شي حاجه في الوقت، هاد السيد بحال طاغي علينا بزاف، اي حاجه كيدير لنا كيمسح في الخدام، اي حاجه في الخدام. هاد السيد ما فهمنا فيه والو، القانون ما كاينش. تجي تمنك يحبسك على الاساس وحال ما على الاساس والله خرج وحال ما على الاساس. كيوكسر على سبيكس وطراف منك شات سبيكس وطراف كيهضر معاك كيوكسر رجع الشركه، كترجع الشركه كتبقى واقف بحال حاشاك شي كلب. هاد السيد عيينا ما نهضروا معاه ما خلينا ما درنا مع هاد الباترون ديالنا ولكن ما عطاناش شي حاجه اللي تخرجنا شي حل اللي يخرجنا. ساعه والو استاذ ما كاينش هاد الشيء. هاد السيد طاغي علينا بزاف واجنبي ماشي حتى مغربي. كنطالبوا بالحق ديالنا حنا بغينا ندخلوا نخدموا هادشي اللي بغينا حنا بغا الناس باغيه يخدموا ما باغيين والو ما باغيين حتى شي حاجه من اللي باغيين يخدموا وعاش سيدنا اخويا. هو هاد كوفيد 19 نهار جا كوفيد 19 حنا خدامين في الشركه المسائل جاو كيدوروا علينا قال لك اودي غادي نقصوا الناس بان كاين المرض والمسائل لا ماشي مشكل وغنديكلاريو بكم المسائل ما علينا تقبلناها قال لك اودي راه نهار كذا المهم مشينا ريحنا تشاورنا مع الناس ديالنا قال لك اودي راه نهار واحد شهر 7 غتدخلوا تخدموا قلنا له ودي لقاو شي انزعاج مع العيد وكذا والمسائل ياك ودي له نهار واحد 7 ان شاء الله غتدخلوا قالت الدوله تا هي والمسائل ان نهار 7 غنجي اليوم كيجيو الناس 72 واحد فهمتش جايين باش يخدموا كيتفاجئوا في الباب بان ما غاديش يخدموا ودي علاش؟ لا غير هاد 72 واحد شركه خدامه شي 100 وصرف دابا ولا شي 80 واحد صحيحه خدامين هاد بالضبط ما بغيناش ما بغاش تعرف لينا حنا علاش بالضبط ما عرفت حيت ربما واقيلا كاينين الناس شويه هنا فهمتي بحال اللي نقول لك فاهمين بحال اللي كيهضروا على حقهم بحال اللي عزلوهم بان عزلوهم في كوفيد 19 دابا ملي رايحوهم هنا دابا ولاو دايرين لنا العزله على برا كيقولوا اودي لا ما تخدموش حتى من ورا العيد الكبير ما كايناش الخدمه والخدمه كاينه 100% ما كاينش حنا من الصباح وحنا في الشركه وكاينين الناس مسؤولين على الخدمه بان كنسولوهم خرجوا عندنا خدامين هذا هو المشكل دابا حنا كنطالبوا غير باش نخدموا حنا ما طالبنا لا السيد بوالو بغينا نطالبوا غير باش نخدموا حنا هاد الناس كلهم اللي كتشوف فيهم مخير فيهم دار في 15 عام 16 عام ما مرسم ما والو موقعش ماشي مشكل ما كيتخلصش في الوقت ماشي مشكل كيخدم داخل المصنع لداخل خدام بوست ديالو كاين برودوي شيميك كاين المسائل ما كاينش تعقيم ما كاينش مسائل ما كاينش احتياطات ماشي مشكل تقدر انت تمشي وتشري الليكات من عندك وتشري البوط وتجي تخدم ما عندكش مشكل انت غير باغي تخدم فهمت واليوم كيقول لك كيخرج كيقول لك اودي كيقول لكم باترون لا بغيتو تاخذوا واحد 1500 درهم وسيروا تا من ورا العيد باش غنشريو العيد الناس كارين الناس بزاف د الحوايج عندهم وليدات عندهم بزاف تابعهم مدرسه حنا نهضروا على العيد اضحى واش هاد 1500 درهم هي اللي غتشري لهاد المواطنين هادو مساكن غتشري لهم العيد غتشري له حتى العطريه ديال العيد راه لا يعقل ودار ب 15 عام ولا 16 عام راه المشكل كون يلا خدام سيمانه ولا جوج سيمانه راه ضرب 15 16 عام مخير هنا غدور عليه كتلقى كاين مول 20 عام كاين اللي بقات له عام على ونزيدك واحد القضيه اخرى كاينين صحاب لانتريت خدامين وحنا جالسين خارجين على برا كاينين صحاب لانتريت خدامين وحنا خارجين على برا واش هذا الحق واش هذا حق هذا راه ولا باطل ما بقاش حق وعاش الملك حنا كنطلبوا بسيدنا عاش سيدنا بغينا هذا الفيديو هذا ما كرهناش منه يشوفوا سيدنا بسبب هاد الناس هادو راه خدامين معاهم كاين اللي خدام 30 عام كاين اللي خدام 20 كله وشحال خدام وهاد الناس هادو جا هاد المرض ديال كورونا قالوا لينا سيريو ريحوا واحد 3 شهور حتى يحيد هاد المرض نهار واحد في شهر 7 جيو ان شاء الله دخلوا تخدموا دابا حنا جينا نهار واحد في شهر 7 حنا جينا خرجوا دوك المسؤولين بداو كيقولوا لنا راه الباترون قال لنا غادي يعطيكم واحد 30000 ريال وسيروا حتى يفوت العيد عاد اجيو و 30 ها 30000 ريال اللي غادي يعطينا انايا وهذا 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 انا اخو انا كلي ب 30000 ريال اخويا اش غدير ليا واش حنا كيسوا فينا هنا حنا بهايم ولا شنو كاين مشكل اللي ضرب معاه 30 عام 20 لا نوقات لا كيس لا تغطيه صحيه حتى حاجه ما مخلصه والو
كنطالبوا خويا حنا بغينا غير نخدموا ونتخلصوا في الوقت ونتخلصوا صافي في الوقت. الخلاص دابا راه كاين اللي كنخدموا دابا جوج كان زاد ثلاثه ولا اربعه وما مسوق لينا كاع هو والشركه راه خدامه ديما البيع والشراء ديما من خارج ليكسبور كيخرجوا الجلد لبرا لان كيصدروه ماشي هنا كاع الميريكا الطاليان فرنسا وهنا مساكن الخدامه كيموتوا كاين اللي ما لاقي حتى ما ياكل ولا باش يركب يجي عارف الطوبيس ما لاقيش حتى باش يركب